سعد الله مساكم. أكثر المشاكل اللي تواجهها الإبر هو توفرها للناس اللي يحتاجوها، وهذا من زمن الإبر القديمة والإبر الحديثة ومنجار وغيرها. الآن وجد حل لتوفر، لأنه العامل الرئيسي هو أنه الأدوات اللي تستخدم فيها وتحضيرها وصيانتها وحفظها والأقلام تبعها تأتي من شركات متعددة، وبالتالي توفرها صعب. الآن وجدوا حل، وهو أنهم وضعوا لنا كرتونة بهذا الشكل فيها بس قلم واحد، هذه المونجارو. هذا القلم نقدر استخدمه 4 مرات، يعني يغطيني الشعر كامل، بدل ما استخدم 4 أقلام بستخدم قلم واحد، وبالتالي هذا بدفعه بهالشكل واضغط الجرعة الأولى، وبعد أسبوع بنفس الشيء والجرعة الثانية، وأسبوع ثالث الجرعة الثالثة والجرعة الرابعة، وبالتالي تكون انحلت مشكلة إن شاء الله توفر الإبر في الأسواق. تحياتي لكم.